مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. وانتم طيبين إن شاء الله. حضرتك اسمك إيه؟ سعيد. سعيد حمدان. ازيك يا سعيد؟ تختار رقم يا سعيد؟ سعيد ينعاد عليك واخترنا رقم 11. الرقم 11. أوه لا لا سعيد حذر شو الحلم. سعيد سعيد الحظ. الله يا سعيد. برافو. دلوقتي كل كلمة يا سعيد هتجاوبها هتبقى ب 2000 ريال. ركز. إن شاء الله. عيدية العيد من ام بي سي وسهرانين معاكم بالعيد عايزين نولعها. جاهز؟ إن شاء الله. بس أنا عندي سؤال قبل ما تكون جاهز، ليش اخترت 11؟ شهر ميلادي. برافو عليك. حلو. هاي؟ يلا. جاهز؟ تايم. تفضل. لما بكون واحد عم بيشتغل اخر الشهر شو بيقبض من الشركه؟ برافو. برافو. او معاش. اوكي دلوقتي لما لعيب كوره بيشوط كوره بنقول عليها ايه، او المذيع بيقول عليها ايه بالكوره باللغه العربيه؟ بيقول حاجه قويه. تس. ضربه جزاء. لا تس. دي تسديده. برافو. اوكي لما لا. حدا بيخرب الجو شو بنقول عنه؟ انه هو ثلاث نقاط الجو. أو المية لما بيبقى فيها بيعرف. شوائب. ع بيعرفها. برافو عليك. برافو. اوكي. لما نعم علامة تنوين عبارة عن دايرة فوق الحرف اسمها ايه؟ سكون. برافو. برافو. اوكي دلوقتي لما بيبقى فيه شخص مثلا رئيس وزراء بيقابل رئيس وزراء تاني فبنقول عليه ايه؟ ان هو بالنسبة له اكنها مماثل يعني، او شخص مماثل لنفس الرتبة. إذا ما بتعرف قول باس بنرجعنا. لا لو مش عارف قول باس. أوكي. لما بنبعت رسالة محل الإيميل كيف بنبعتها؟ بالتليفون يعني ورقة توصل ورقة بالتليفون كنا نتصل ونبعتها بشو؟ برافو. برافو. أوكي أغنية لكاظم الساهر إلها علاقة بالبحر. باس. أوكي. أوكي سباق سيارات أمريكي على مضمار شكله بيضاوي اسمه ناس. سباق ناس عربية يعني ايه بالانجليزي؟ كار. اوكي يبقى ناس. ناس كملها. ناس سباق كار. ناس سباق ناس كار. برافو. برافو. اوكي نوع من السحالي الكبيرة جدا بتعيش في امريكا اللاتينية. لو مش عارف قول باس. باس. أوكي. مدينة مغربية بتشتهر بتاريخها وتراثها. خلص الوقت بس برافو عليك 12000 ريال سعودي. 1000 مليون مبروك عليك. الله يبارك فيك. نورتنا يا سعيد. كل سنة وانت طيب. شكرا.